السلام عليكم بنات، كديرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناه عالم صفاء ومروه. ان شاء الله اليوم غنديروا فطائر بالبطاطا، تيجيو رطبين وهشاش. تابعوني حتى الاخر تاع الفيديو. بسم الله على بركه الله، ان شاء الله غنبداو ان شاء الله. المقادير عندنا كاس، نصف كاس تاع الماء دافي، عندنا نص كاس تاع الحليب دافي وديما بالكاس تاع العنبه، عندنا نصف كاس تاع الزيت، عندنا معلقه سنيده صغيره والملح، عندنا خميره الخبز، عندنا بيض ديال البيضه والصفر خليته حتى ندهن به، عندنا الطحين 3 الكيسان تاع العنبه، وعندنا كيس ديال الخميره. هانتوما شوفوا بعد ما جمعتها ودلكتها، وغنخليها دابا حتى تخمر. غناخذ مقله غندير فيها الزيت، وعندي بصله مقطعها رقيقه، بصله كبيره، غنشحر هذيك البصله مزيان، وغناخذ معلقه ديال لاصوص ديال المطيشه، غنشحر مع ديك البصله. وعندي بطاطا سلقاها بقشورها 4 البطاطات ومنقياهم وطاحناهم مع الفرماج. بعد ما تشحرت لي البصله غنزيد عليها الملح، وغنزيد البزار اللي بغى الحار يديرو، انا غندير غير شويه البزار، كل واحد واختيار ديالو. من بعد غنزيد نشحر هذيك البصله، وعاد غنزيد عليها البطاطا. ها هي البطاطا بعد ما طحناها ومع الفرماج، شوفوا كيفاش جات. دابا غنمعسها مع ديك البصله حتى تخلط لي البصله مع البطاطا مزيان، تشحر مزيان. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما تشحرات، وغنخليها حتى تبرد ديك لاصوص، وغنشوف العجينه واش خمرات. باش مني تبرد لاصوص غنبدا في العجينه. دابا بعد ما خمرات ولاصوص بردت، غنخرجها كويرات صغار. خرجت لي 4 هاد المقادير اللي درت. ضروري تديروا الطحين تحت منها حتى تكون رطبه بزاف. ناخذ المدلك ونورقها، نحاول نورقها مقاده حتى تورق مزيان ديك العجينه. بعد ما ورقتها غنقطعها على 3 بالقطاع ديال البيتزا، وغندير نخلي حد المسافه فين غنحط لاصوص، وغندير اشرطه رقاق. هانتوما شوفوا، ضروري تنخلي قدام حد المسافه فين غنحط داك لاصوص تاع البطاطا. دابا غناخذ البطاطا وغنديرها على شكل طولي حتى نكمل ديك العجينه بالبطاطا، غادا نحطها على شكل طولي، وغنبدا نطوي في العجينه، نضغط على العجينه مزيان باش تلصق ليا، وتنجيب اللصق وتنحربل يعني تنلوي حتى نكمل دوك الاشرطه. وضروري تيبقاو واحد الاشرطه لتحت باينين باش ما تحلش ليكم. غنلويها على شكل حلزون، ونجي لهداك الراس اللي تيبقى وغنضغط عليه باش يلصق. هانتوما شوفوا، غنجي لنفس العمليه غنديرها في العجينه اللي مازال باقا ليا. غناخذ جرار ونقطع به ثاني اشرطه رقاق،
وضروري تنخلي هذيك المسافة اللي غنحط فيها البطاطا. حاولوا تقطعوا دوك الأشرطة يكونوا رقاق. ناخد تاني البطاطا وغندير نفس اللي درت في العجينة الأولى حتى نكمل. ونبدأ تاني ناخد العجينة ونضغط عليها مزيان. نضغط ونحربل يعني نجمعها، نبدأ نبرم فيها بحال ما هكا. شوفوا دوك الأشرطة كيفاش تيبانوا. ما تخافوش البطاطا راه ما غاداش تخرج من وسط العجينة. دابا غنحربلها على شكل تاني حلزون، تيجي المنظر ديالها زوين، وديك البطاطا تتنفخ وتيجي المنظر ديالها زوين. غنديرها في اللاطة وغنخليها حتى تخمر. بعد ما خمرت خديت قهوة سريعة الذوبان، درتها مع داك صفارة البيض وشوية الحليب ومعلقة سنيدة. ودابا بديت ندهن فيها، والفران عندي راه شاعل حتى ندهنها كاملة، وعاد غندخلها الفران. تيجي المنظر ديالها شوفوا شحال زوين الشكل ديالها بدوك الأشرطة اللي باينين مقطعين. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. وبالصحة والراحة، وما تنساوش تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم وتديروا لي اشتراك واللايك، وشكرا.